الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في إطار تفعيل الشراكات والتوأمات التي تربط مدينة فاس بباقي المدن الأجنبية وعلى رأسها مدينة فلورنس الإيطالية التي تم توقيع التوأمة منذ سنة 1961، على إثرها انعقد هذا اللقاء، وطلبا من مدينة فلورنس على احتضان تظاهرة ثقافية تكون مدينة فاس ضيفة شرف عليها في نهاية يناير بداية فبراير. تم عقد هذا اللقاء من أجل التنظيم ومن أجل التحضير لهذه التظاهرة، وقد حضره مجموعة من الهيئات الخارجية التي أبدت من خلال هذا اللقاء رغبتها المنيحة في المشاركة من أجل الرفع من مستوى حضور مدينة فاس دوليا، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الثقافية أو من الناحية السياسية أو من الناحية كذلك بناء علاقات تعامل جديدة وقوية مع هذه المدينة. على إثرها كذلك تم الحوار حول أهمية هذه التوأمة التي تربطنا بمدينة فاس وكيفية تجسيد قوة المدينة التاريخية بحضورها في جميع مراحل البرنامج المقترح من طرف هذه يعني المدينة وهي مدينة فلورنس. كما تم من خلال هذا اللقاء عن طريق يعني الممثلين الهيئات الخارجية الاتفاق على وضع تصور بناء على كل هيئة على حدة ومناقشته في اللقاءات التحضيرية المقبلة من أجل الدعم وتقوية الحضور الفعلي لمدينة فاس ولجهة فاس مكناس بالدرجة الأولى على المستوى الدولي ولكذلك بلدنا الحبيب على المستوى الدولي. التظاهرة الثقافية ستكون بسياق وطني حيث تكون القضية الوطنية حاضرة بامتياز. سنوافيكم في اللقاءات المقبلة إن شاء الله بكل ما استجد بخصوص الترتيبات المتعلقة بهذا النشاط المتميز.